في 25 يوليو 2021 في زمن الكورونا ثرثر الكاتب المصري داعيد صالح وقال: لا تخبر أحدا بما قد يعني لك، وأنت تضع رأسك على وسادة مملوءة بالهواء، فالمتلصصون في الكوابيس يصنعون أحداثا كثيرة، والأطفال في نومهم يحلمون بالحلويات وملابس العيد. لا قصف هذا المساء، والقمر الصناعي يتجسس على كلبين ملتحمين وامرأة وحيدة وقطة تبحث في صندوق نفايات. ثمة مخمور طوح عشاءه من النافذة ليلتقطه بعد السيارة. المرأة التي كانت تستند لعمود إنارة في الستينات ماتت بدون كورونا. وماركيز أصر على فتاة بكر في عيد ميلاد عجوزه التسعيني. المرأة لم تكن غانية، كانت تريد مبيتا، والولد كان ضائعا في حجرة بالبدروم ولم يجد علاجا للتعرق الشديد صيفا وشتاء. لم تكن المناديل الورقية قد انتشرت. فيلم الأمس كان كئيبا، والغجر لم يكونوا سعداء. تقلبت المرأة في نومتها وتجمدت نظرات الفتى في النافذة. القيزعري ورغبات لا تتجاوز المسافات. لا تعبث بعيدان الثقاب. لم نتعود انقطاع الكهرباء. لا أحب المفاجآت، ولا جارتي العقور والكلاب الضالة والساس المتأنقين في الشاشات. قلت له: ومن أدراك أن الشياطين لا تكمل في التفاصيل وتحتل الطرق الرئيسية ومحاور المدن واختناقات المرور؟ لم يكن يسمعني ولم أنشغل بالرد، وأنا أضع توابير النمل في رأسي وأغلق باب فكرة مجنونة تتحرش بي في اضطجاعتي التي طالت، وأنا لم أرى أحفادي منذ كورونا.